مرحبا، كيف حالكم يا حلوين يا احلى المتابعين؟ يعني في قلبي قاعدين. جيناكم اليوم من مبادرة جمعة فرح مركز فلسطين للصدمة النفسية بريطانيا. جيناكم لعبة تحديات، كل واحد معاه 4 ساعات بيركبهم في ايده اسرع. صح ولا لا يا عمو؟ صحيح يا معلوش. هي هي اللي بركب ساعات اكثر من العدد في ايده هو اللي فايز. اكيد عمو فراس. لكن عم علوش نعرف عليهم. نعرف عليهم؟ مين معانا؟ شوف انت مين. محمود. والبطل حمود. نسى بس هو تذكر. محمود حمود، انت عرفت اللعبه كيف؟ من 1 2 3 مين انت؟ جاهزين؟ جاهزين. جاهزين؟ جاهزين. وانتوا جاهزين؟ نقول لهم 1 2 3. اسرع 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 يا حمود. يلا يا حمود اسرع اسرع يا حمود. ببدا علمت اللعبه انت كيف؟ ايوه جاهزين. ايوه وحط السن. عد بقول لكم شو صار اخر شيء بس يزبط. لا 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 لا. شوف عد شو بدي اقول لك. يلا حمود شوف. محمود ايوه ايوه. شوف علوش اللي فايزين. علوش بدي يفوز. علوش بدي يفوز. وين علوش؟ محمود محمود حمود 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 حمود. واحد 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 حتى انا مسموح بعد. استنى كمل كمل كمل. ايه؟ فزت. عن جد؟ والله عن جد. اقول لك طيب. طب عديك ورجيني ديك ارفع ديك ورجيني ورجيني. 1 2 3. في واحده برا اكيد. عم علوش انت اللي فزت؟ لا محمود اللي فاز. انت اللي فزت. ما هو فريق عم علوش برضه. حمود فاز. ارفع ديك بس هديك واحد منه. معلش يعني معلش؟ طبعا هيك محمود فريق عم علوش اللي فاز. كلنا عدينا زي هدو وكنا شاطرين. صح ولا يا محمود؟ صح ولا لا؟ ليش انت زعلت؟ ما هو زعلنا عشان ما فزناش. مبسوطين؟ مبسوطين. شو بنقول للمتابعين؟ باي.